اخرى البنات رائعة، هي غزالة. شوفوا لي اللبسة ما شاء الله. البنات تريكو اليوم طويل لا ماي 99 درهم. شوف بلا البنات ما شاء الله، ايمان معروفة بهذا اللبس. الموديل البنات هذا موديل دو، عاوتاني هادو تونيكات ديال لا ماي، كيجيو طوالين مستورين داك الجيب بالتميسك باللبسة. المحجبات الخمار كاملة اللبسة غتبقى اليوم. شوفوا لي هاد التونيكة البنات، حتى هي العرض ديالها ايمان، هادي كتلبس حتى ل 54 نفس الموديل. بسم الله، اهلا وسهلا متابعي قناة العثمانيات، كديرين لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، فيديو جديد ونهار جديد. وبلا شك عرفتوني اليوم ان شاء الله انا فين جيت. اليوم جينا عند ايمان نور فاشن، جينا حيت كاين الجديد ان شاء الله، ودائما كنعرفوا ايمان الهميزات. مرحبا بك. ثمن مناسب، كوني انيقة بثمن مناسب. كي درتي؟ الله يحفظك. لاباس عليك بخير امورك؟ السلام عليكم بعدا، كنتمناكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. مرحبا بلطيفه، الله يحفظك. ايوا دائما الجديد كيف ما كيعرفونا. يلا ان شاء الله. بالنسبه للمحل، الناس الجداد اما الناس حبابنا عارفين المحل فين كيتواجد، مدينه الدار البيضاء، حنا في شارع القدس عين الشقه. البنات غنخلي لكم النعت ان شاء الله في الاخر الفيديو، هو الفيديو تصور قبل هاد لي طرافو اللي دابا تبدلوا، الطريق اللي تبدلات، ولكن راه النعت راه باين ان شاء الله، كيحلوا طيله الاسبوع الا يوم الاحد. الا يوم الاحد اللي كيكون التوصيل كيسولوا عليه بزاف، راه كاين توصيل جميع المدن، والدفع عند الاستلام، تتوصلك البياسه ديالك عاد كتخلص ان شاء الله. ونبداو على بركه الله، كيحلوا من 10 تل حتى ل 9 ديال الليل، حتى ل 9، حيت الحد كانت واحد المتابعه قالت لي لطيفه اختي مشيت نهار الحد وتعذبت ومحلين شرا الحد راه ولاو تيسدوا، كانوا كيحلوا دابا راه ان شاء الله تيسدوا، نهار الحد كيكونوا سادين. وبداو ان شاء الله على بركه الله، وكيف العاده اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، باش المتابعين ديالنا يذكروا يصلوا على النبي. تلقاو معنا فيديو زوين، وحنا يباركنا الله في الفيديو ديالنا. يلا الاثمنه مناسبه، ما تزبطوش القطه. قالت لي يا ايمان راه ما قالتش لي الاثمنه وما وراتني حتى حاجه، قالت لي غنخلي لك كل شيء مفاجات وخليكم معايا باش نكتشفوا كامل المفاجات. اول موديل واللي هي هاد اللبسه اللي كتجي كامله هكا، فيها واحد الثوب زوين ستيل لا ماي. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي، شفتوا كيجي هكا مصوف خفيف لا ماي ما شاء الله. كيجي التونيكا الفوقانيه كتجي على هاد ستيل كلوش هكا، لا كريشه لا جنيبات. شتي لافونتاج ديالها؟ أيه. ماشي داك لا ماي معروف كيلصق على حيت هذا خطوط. أيه. حيت هذا فيه هذوك الخطوط. كيفاش كتجي؟ شوفوا ماشي لاصق، والسروال تيجي هكا عريض، هذا اونسومبل كامل عندنا فيه الالوان، و تيلبس 52 في هذا الماغون بالقبيه. ها هو شتو، وكتستغليها بوحدها تلبسيها مع سروال اخر، وتستغلي السروال عاوتاني مع لبسه اخرى. تبارك الله عليهم ما شاء الله. ملي كتبدي شي لبسه كتجيني لا دايره هذه مع هذه، من التناسق ما شاء الله. بالنسبه هذه اللي عندها وعمليه وعمليه، يعني تلبسيها خفيفه مع سبرديله مع صباط مع اللي بغيتي. حتى لاكوبته بالنسبه اللي عندها هاد لابارتي لتحت شتي كتجي كلوش، كتجي عريضه ما شاء الله، ولا كيحمق فيها بزاف الالوان. في هاد الفاغ هذا هاد الاخضر شوفوا ليا السروال ديالو فيها الماغو اللي لابسه ايمان، وفيها الكري مفتوح الكري مغلوق، وفيها الباج. هانتوما اللوينات اللي فيها خمسه سته الالوان، هانتوما فيها حتى هاد السروال كيجي هكا عريض، تيلبسو حتى 52. واصغر مقاس الايمان من 42 من 42 حتى 52، والثمن ديال هاد الاونسومبل تبقى لهم عوض 280 درهم غير 250 درهم. 250 هاد الاونسومبل هذا كيجي انيق في اللبسه ديالو. يلا مرحبا بكم. هاد الانسومبل البنات ما شاء الله، ايمان معروفه بهاد اللبسات هادو. شوفوا لي الانسومبل جا كيحمق ما شاء الله، كلاس انيق، وحتى الثوب ديالو غزال طايح ديال هاد الوقيته. هذا كيجي 3 بياس سروال، وكيجي الجيلي ديالو اللي كيتلبس على هاد الشكل، تلبسي حتى مع حاجه اخرى. شوفوا لي التويب كيفاش داير طايح، بالنسبه حتى للسيدات اللي عندهم الوزن ملي كيكون الثوب طايح ماشي كيبينهم ضعافات، وكيجيب داك الديباردور ديالو. كتستغلها بوحدها. هاد الموديل عندنا فيه جوج الموديلات، الموديل الاول اللي هو هذا اللي تيلبس من 42 حتى ل 54 حتى ل 54 كيلبس هاد الموديل. شوفوه ليا 3 بياس جغزال. نشوفوا الموديل الثاني بحاله غير في الالوان
مختلفه، فيه جوج الالوان، اللون الاول نشوفوا الموديل الثاني ولا اللون الثاني ديالو. البنات اونسومبل اخر كيجي جيلي، كيجي بالسروال ديالو لبسه كلاس هكا. دائما الموظفات وربات البيوت لبسات مع ايمان ديك لا شوميز بيضاء طويله. بالنسبه للمحجبات اللي كتبغي شي حاجه هكا مستوره، شتو الطول ديالها؟ واش كاينه هاد القميجه ايمان؟ كاينه. شتو الطول ديالها كيفاش كتجي؟ ما شاء الله طويله مستوره. بالنسبه للبسه جيلو السروال ديالو، تقدري تلبسي الجيلي بوحدو وتلبسي السروال ديالو كيجي هكا سروال كلاس. عندنا ثلاثه الالوان، فيه هاد السومو بارد، اعطيني، فيه الغوز كاشيري وفيها البلو. ثلاثه دلوينات. المقاسات من المقاسات فيها تقريبا من 40 حتى ل 50، من 40 حتى المقاس 50 و250 درهم الثمن ديالها بلا قميجه البنات. والقميجه شحال؟ القميجه 130. القميجه 130، واللبسه كتبقى 250 درهم. شوفوا لبسه اخرى، لبسه اخرى البنات رائعه، حتى هي غزاله. شوفوا لي اللبسه ما شاء الله، لا كريشه لا جنيبه البنات. والثمن اونسومبل كامل هذا 199 درهم، 199 درهم. اييه كلشي غادي يلبس. بالنسبه لهذا الكولي هذا راه ما كيكونش مع اللبسه البنات، حيت لبساتو اما تقريبا مع اللبسات كاملين. شوفوا لي فيها واحد التويب زوين دافي، كميمات السروال كذلك. عندنا فيها ثلاثه الالوان، لي مونش بحال السروال. اعطيني غير السروال كيفاش داير منه. اييه هانتوما، هانتوما السروال يعني كيجي هكا بباندا الخير الخير مبيوع، الخير مبيوع. بالنسبه للبلو مارين كيجي معاه سروال في البيج، وهذه كيجي معاها سروال في النوار. ها انتما 42 ايمان، حتى 52. يلا البنات 199 درهم. البيسات دابا الموظفات وربات البيوت كتقلبي على لبسه كامله مكموله ايمان برعاتكم. بالنسبه للبنات كيقول لك لا بغينا لي طاي كبار، لي طاي كبار متوفرين، ماشي داكشي ديال حدو دوبل، راه عندنا حتى الكاب. لا وحيت كاين كتقول لك واش ما عندكمش طايات صغار من 42؟ من 42 راها كاينه، 42 راه هي الاكس ال، هي الاكس ال. يلا مرحبا بكم، باقي الهميزات بحالي بحالكم البنات، انا كنكتشف. هي البنات تونيكا موديل دائما لا كريشه لا جنيبات، شعارنا ياك لا تايكو. اييه شعار ايمان الفاشن، دابا كيدخلوا تيقولوا لي لا كريشه لا جنيبات، لا كريشه لا جنيبات. عندنا هذا الموديل هذا لا ماي اللي ما كيلصقش، كيجي حتى هو دافي. عندنا هذا الموديل اللي كيجي فيه غير هذا اللون، وعندنا الموديل الثاني ايمان نفسه هذا غير كيكون فيه هذا الكاغو هذا اللي توبو كاشمير خفيف هنا لا ماي، وهذا توبو كاشمير خفيف كاين هنا في الكميمات، يعني وكاين اياه وكاين هنايا لتحت، يعني ديال هذا الجو اللي جاي ان شاء الله. فيه هذا اللون الزرق، فيه غير لون واحد اللي هو هذا، هذا فيه الغو، فيه البغيك، فيه المفتوح، فيه السومو، فيه الكري، فيه هذاك الخضيضر بارد هذا قلبي كوتا، فيه البيج وفيه الكري. هذه هي التلوينه ديال هذا الموديل، تيلبس من 52 حتى من 42 حتى ل 54، كلشي غيلبس هذا الموديل. بدل 230 غيبقى 200 درهم، موديل دافي. ايوا هو بالنسبه للمقاسات الكبيره ما تيلصقش، ما تيلصقش، لان لاكوب كتجي ايفازي، ايفازي ماشي لاكوب اللي كتجي مجموعه من تحت. ايمان لبساته مع الجين، نتوما تقدروا تلبسوه بحال سروال باج عراض النيت، اللي السروال العاجب اللي عند ايمان كتلبسيه مع شما بغيتي، وفي اللبسه كتبان انيقه. نخرجوا من داك الشكل الكلاسيكي ديال الحبايب ما شاء الله. ودائما البياس اللي عند ايمان كيكون مميز دائما، ايمان البياس ديالها كيكون عاوتاني غير ستيل اخر، ستيل كتبحث دائما على شي حاجه ما كتكونش ضايعه في السوق باش كتمتاز باهيه. ونكملوا الفيديو ديالنا، باقي المفاجات. شوفوا لي هذا الموديل البنات، هذا موديل دو بياس كيجي الجيلي اللي كتستغلي في بزاف ديال الحوايج، وفيه واحد الفصاله غزاله طويل ومستور، وكيجي بالتريكو ديالو لا بالتونيكا ديالو خفافين ديال هاد لا سيزون هادي. كيجي فيه هكا هاد الخديمه هادي هنا، والتريكو هكا حتى هو خفيف ودافي في نفس الوقت، كيجي طويل مستور. عندنا فيه الالوان وعندنا فيه حتى المقاسات، الجوده ديال الثوب ديال عندنا بحال هاد بوديات العمل فيه راه صبن ورد ما شاء الله، حاجه زوينه. فيه الالوان، فيه لوينات وفيه حتى المقاسات. عندنا فيه الخضر الزيتي، عندنا فيه البوردو، عندنا فيه الكاميل ولا الياجوري، هذاك فيه الياجوري، هذا بوردو وكاين هذا روج بلي ياجوري، وكاين هذا البلو، هذا بلو فونسي، وهذا هذا مفتوح. شتي دوري
وفيه الماغو. هذا الماغو اللي ما كنلقاوش بزاف، هذا الماغو شوكولا. فيه 6 ديال الالوان. 6 الالوان. فيه الزرق مفتوح، الزرق مغلوق، الماغو. ايوه. وفيه البغيك، وفيه البوغدو، وفيه داك الزيتي اللي لابسه ايمان. المقاسات ايمان؟ فيه المقاسات تقريبا حتى 54. من الاصغر مقاس؟ هو 40. من المقاس 40 حتى المقاس 52 و250 درهم. ايوه. هذا الانسومبل دو بياس 250 درهم. خليوكم معانا. اليوم غتلبسي الجاكيطه حتى المقاس 54، كاع اللي كيبغيو هاد الجواكت هادو ديال سكاي، كتقول لك ما كنلقاش قدينا الكغون طاي، اليوم من 36 حتى 54 ونفس الثمن، واخا الكغون طاي 250 درهم، ياك؟ كلشي 250 درهم، كيبقاو هاد الجواكت هادو ديال سكاي، 38 36 تلبس و 54 حتى هي تلبس، ها انتوما كي جاتكم اللبسه ايمان، خلاتني مع التونيكه اللي كانت لابسه قبيله مع الجيلي ديالها. سروال زات غير سبرديله، وهي اللبسه انيقه لعاشقه سبور. لبسه كلاس سبور هذه، كرتها مع السيوات مع العبايات مع الجلابه مع كل شيء كتلوحي عليك من الفوق. تبارك الله ما شاء الله. يلا البنات 250 درهم اليوم الجاكيطه ديال سكاي، تيطاي والكغونط. الموديل ديال القبيه البنات شوفوا ليا، كتجي طويله اوفر سايز بالكابيش ديالها بالقب، ستيل ديالها كيفاش كيجي، التوب ديالها اييه وتسعود 99 درهم. لا كوب معروفه اييه، هذا الموديل معروف. بغاو فيها النوار النوار النوار، ها هي عاود دخلات. هذا الموديل هذا دائما كيكون عند ايمان الصيف بتوب الصيف، وهكا في هذه الوقيته بالتوب ديال هذا الخريف هذا. ان شاء الله عاود دخل. هزيها ايمان في يدك، هزيها في يدك باش يشوفها مع لابسها مع النوار. هذه كتجي سامبل هنايا من الكم. اييه. هذه كتجي فيرزاتشي شتي. كتكون في هذا لابوند هذا. كتجيب هاد الباندا هادي هاكا كتلبس هذا اون تيطاش صبن ورد، واخا تخوي عليه شي حاجه كاع كتمسحي صافي. هو نيت السروال ديالو اللي لابسه. ولكن اييه هو هذا. كاين السروال، كاين السروال اللي بغيتيها بالسروال 130، السروال 130 والقبيه 99 درهم. يلا في النواغ فيها لون واحد، كتلبس بتيطاي والكغون طاي حيت اوفر سايز. كتجي مع الجين بوي فريند. اييه خطيره مع الجينات. انا بعدا شخصيا كنلبسها مع الجين كتجي احسن. ايمان اكثريه الاوقات كتكون لابسه هذا الستيل هذا. المدرسه تدي وليداتك سبور في الويكاند 99 درهم القبيه اليوم. قلنا لكم هادو تريكوات طوالين ديال لاماي على ستيل كسيوه وبالجياب، شوفوا الموديل. واخا ديري يدك باش يشوفوا الموديل، ها انتم الموديل. وكيجي داير دوري ايمان، كتجي لاكوب ديالها دايره وكتجي طويله كيف ما شفتوا وافيه، كتلبس 48 ياك 48 50 تلبسها مرتاحه. 48 حيت ايمان دابا لابسه 48 ال 50، شفتوا فيها الالوان لاماي. هذه السلعه معروفه، هاد لاماي ديال فرنسا البنات. لاماي كتجي هكا خفيفه، كاين هاد الغوز هذا، كاين السيال عفوا البنات، كاين الكحل، كاين الماغو، وفي هاد الاخضر هذا ها انتوما شفتوا، زيتي اخضر مفتوح، الماغو الشيبي البيج الغوز والنوار خلاص. وكيجي الجيب هكا، الجيب منه هاد الستيل هذا، الجيب منه بليزيست خاص، شفتوا كيفاش كيجي. لافونتاج ديال هذا هو ان الطول، الطول كيجي طويل طويله، طويلة. بالنسبه للبنات اللي كيقلبوا على شي حاجه هكا طويله تحت الركبه هو هذا. وهذا ان شاء الله حتى ملي تكون الشتا تلبسوا حتى مع لي بوط وكولون و اييه حتى الكويره، مع الكويره كيجيو زوينين اييه، مع الجواكته هما مع الكبابط جين كويره. الثمن ديالو ايمان اليوم الثمن غيبقى لهم 220 درهم، 220 درهم تاخذوا هاد التريكوات طوالين ديال لاماي، وكيلبسوا حتى المقاس 50، قولوا حتى 3 اكس ال. شوفوا ليا البنات التريكو اليوم طويل لاماي 99 درهم، شوف شوفوا التريكو ما شاء الله، لا ماي 99 درهم، ثمن ما يمكنش، ولكن البنات بقات فيه كميه محدوده، لان ايمان دارته في قناتها تبارك الله ما شاء الله، كان فيه العدد بقات فيه كميه محدوده، هذا ما فيهش التوصيل، غيقولوا لي البنات اللي كيديروا التوصيل، اختي علاش حنا ما عليناش الله، عليكم الله، بيتا تقلال، اييه، يعني ما بقاوش فيه بزاف، بقات فيه شي 10 ديال البياسات، اللي غيجيو المحل اللي غيستافدوا، هذا ما كان، كاين فيه هذا اللون هذا، عطيني ايمان. كاين فيه هاد الشكل الاخضر هذا كيجي اييه، كاين فيه هاد الشكل هذا وفي هذاك بلا قب سامبل، كيبقاو 99 درهم. كميه محدوده انا تنقولها وتنعاودها. بالنسبه لدي باغدور بيض اللي بغات لي باغدور راه كاين داير 79 درهم. فينا هو وريه ليهم بيض وفيه لي طاي اييه حتى 56، هذا كتبقاي تلبسيه مع اي حاجه بحال دابا ايمان لبساتو مع التريكو هكا وكيكون طويل كله عاود دخل دي باغدور في الابيض في الابيض حتى الطايات الكبار. الثمن ديالو 79 درهم 79 درهم وليا. عاوتاني هادو تونيكات ديال لاماي كيجيو طوالين مستورين، داك الجيب بالثوب لاماي شفتو
التوبلي ما تيلصقش، كيجيو حتى في الكميمات اوفر سايز، شو الطول ديالهم كيفاش كيجي، وفيهم الوينات. نقرب لكم باش تشوفوا حتى التوب كيفاش داير. ها نتوما شفتوا التوب زوين. لا ماي عندنا فيه اللوان، حتى المقاس 50، فيه هاد اللولي لابسه ايمان، فيه النوار، فيه البيج، فيه هذاك بيج مرشوش بالماغو، وفيه هاد الازرق. هاد هالالوان اللي فيه شفتوا كيلبسوا حتى المقاس 50. والثمن الثمن ديالهم غيبقاو لهم ب 200 درهم عوض 230. 200 عوض 230. واصغر مقاس؟ اصغر مقاس فيهم هو 42. 42 حيت كنركزوا دائما على لي كغون طاي، حيت انا وياك تنلبسوا طايات كبار كنساو بتي طاي. ما شاء الله من 42 حتى المقاس 50 في هاد التونيكات ديال لاماي. و 200 درهم. وكاين موديل اخر حتى هو. هذا نفسه هذا حتى هو، هذا تريكو هكا طويل حتى هو ديال لاماي، وفي هاد الخدمه هذه هنايا بهاد بحال الفودان بالالوان شفتوا. وهنا في هاد الثقل اللي هذا ها هما عندنا في هذاك كيلبس حتى الكتاب بالنسبه اللي غتلبسوا تحت من مونطو. في هاد التخكوا هذا شوفوا، فيه النواغ ديالو فن، فيه البيج، فيه البلوه، وفيه البيج الترابي، وفيه الاورانج. بحال اللوان. عاودي دوري عائشه ها نتوما شوف السيل البيج الكحل التخكوا، هادو الثمن ديالهم غيبقاو لهم 180 درهم. والمقاسات هادو ستوندار كيلبسو حتى 50 حتى المقاس 50. يلا مرحبا فولي هاد التونيكه البنات حتى هي اليوم من 230 غتبقى لكم 150 درهم. تونيكه طويله ستيل تونيكه التركيه البنات ما شاء الله. شو الموديل فيها واحد التوب دلوله ها نتوما كيف ما كتشوفوا، هذه خفيفه هنايا هذا الموديل ديال ستراس، وهنايا ولا كوب ديالها غزاله. هادو هما من الموديلات اللي دائما كيكونوا عند ايمان، كيكونوا غير موديلات مختلفين. وعندنا فيها الالوان، فيها الكحل، فيها هذا اللون هذا بحال داك اللون جين بلو جين، فيها هذا اللون هذا كامل، وفيها الغوز مرتديله. ها نتوما خمسه د الالوان كتلبس حتى تقريبا 50 مقاس 50 من 42 حتى ل 50 150 درهم. من 40 حتى ل 50. يلا البنات 150 درهم هاد التونيكات، اللي عجبها شي لون تسكريني. ومرحبا نشوفوا عاوتاني ميزه اخرى. هاد ستيل البنات ستيل مونطو ها نتوما، كيجي طويل في الصاله ديالو كلاس، كيجي غزال ما شاء الله. داك السكاي في الكميمات شوفوا ليا ها نتوما الجياب كيجيو حتى هما هكا بالسكاي، فيه واحد التوب زوين خفيف وفي نفس الوقت دافي، فيه غير هاد اللون القب كيتركب تحيديه ولا تخليه يعني كيتحيد. المقاسات كيلبس من 42 حتى المقاس 50 يعني حتى 3XL اللي تيلبس هاد المونطو هذا. والطول ديالو طول بحال كتشوفوا ايمان راه لابسه طي كبر منا، راه كتاف الكتاف جاوها كبارين جاو طايحين. الثمن ديالو ايمان الثمن غيبقى لهم 300 درهم عوض 350 300 درهم عوض 350 هاد المونطو. هذا هو ستيل مونطو ستيل جلابه ستيلو زوين جلباب. يلا مرحبا هاد الموديل هذا كيتلبس بوحدو قبيه سيرفيت، كتمشي بوحده اللي عندها سروال كتاخذ غير هذا بالجياب. هادو دائما حتى هما مع الجين كيكونوا عند ايمان طول ايمان كيكونوا طوالين ها نتوما مستورين. والثمن ديالهم ايمان اليوم غتبقى لهم 180 درهم فيها الالوان. عطيني اللوينات كتكون فيها هاد فيها حتى 54 كتكون فيها هاد الطبيعه هادي بليست خاص شفتوا هاد المونطوني ديالهم كيفاش كيجيو فيها الكري هي فيها البلو مارين فيها الاخضر الاخضر وفيها داك الكامل. المقاسات حتى 54 180 درهم هاد القبيه البنات. يلا اللي عجبها شي لون سكريني كيبغي طولها طويله مستوره غير كولون سروال سيرفيت وانطلقي. شوفوا لي البنات سيرفيت انيقه اليوم 199 درهم. شوف التوب ايمان التوب ديالها ما نقولش لكم عليه الجوده صبن ورد حيت موديل ديالهم كتجي طويله كتجي فيها داك لابوند في الكمام وكتجي حتى في السروال شفتوا نوريها لكم هنا مونطوني القرب. مونطوني التوب ديالها زوينه مخدومه اوفر سايز كتجي طويله ماشي قصيره هذا كيبينها كيجي كاين فيها هاد اللون ماشي طويله وماشي قصيره اللي كتبغي نص نص. وكاين الكري هادي جابينه ودابا دخل الكري هذا والنوار
كنا حنا صورنا فيها هاد الكري هذا، دابا جا فيها النواغ وجا فيها الكري نواغ. المقاسات ايمان؟ المقاسات فيها حتى 52، حتى المقاس 52 199 درهم باش بقات هاد السورفيت هادي. الثمن راه ما نذكروش عليه مقارنه مع الجوده ديالك، الجوده ديال الثوب. هاد الجياب هادو راه جياب ديال بصح كبارين كبارين، تقدري تلبسيها بوحدها كقبيه. ايوا وتا السروال كذلك، والسروال تيجي ضغوه مع ديك الباندا جات فيها زوينه. هاد السروال حدا تلبسها كلاس هكا مع المطوط وداك الشيء ما غاديش يبان، شتي مع فيه هاد لابوند شتي كيجي رائع ما شاء الله. عطيني شنو باقي في السورفيت؟ كاينه السورفيت حتى بالنسبه اللي بغات سورفيت طويله بزاف، ماشي بزاف ولكن المهم فيها الطول بحال هكا. راهم كاينين هادو كيجيو طوالي، هادو بقات فيهم كميه محدوده. كمية بالنسبه للسورفيت اللي لابسه ايمان اللي بغاها بالجمله، اللي بغاها بالجمله راه عندهم فيها العدد حيت ديالهم هما اللي خادمينها، راه فيها العدد اللي بغا فيها العدد. والثوب كارونتي هذا الثوب. يلا الله يسخر. غنختموا ان شاء الله، حيت في الفيديوهات اللي فاتوا ايمان جيبي لنا لبسه ديال الخمار المحجبات، ايمان جابتها لكم اليوم نختموا بها ان شاء الله. بالنسبه لبنات السورفيت كاينه حتى هذه، شوفوا لي هذه العرض ديالها ايمان، هذه كتلبس حتى ل 54، نفس الموديل غير هذه بالسنسله، هذه بالسنسله جات في هذا الازرق، هذه 250. حيت السروال لبستها مع سروال كحل كتجي رائعه، خداوها البنات داروا لها سروال كحل جات زوينه. هذه البنات 250 اللي شفنا الاولى بلا سنسله، هادو بالسنسله. رائع مفاجاه اللي هو التوصيل بالمجان. يلا اللي خدات هذه زائد حوايجات اخرين التوصيل بالمجان. واللي فيها ثلاثه تاع اللوينات، فيها هذا اللون وفيها البوردو وفيها الالوان كامل زوين. ها هي الكامل، ها البوردو ها البلو بلو غوا. المره ما بقاش هذا اللون هذا بزاف البنات بغاو المارون، دابا ها هو عاود دخل عاود ثاني. يلا البنات سورفيت اللي كتلبس حتى اللي كتلبس حتى ل 54 الارسال بالمجان. يلا بصحتكم. ولكن هذه زائد اي بياسه اخرى خذاتها كيبقى لها التوصيل بالمجان. ولا خديتي السورف لا خديتي السورفيت واخا تخدم معاه غدا غدا فابور. اللهم تقداي انت واختك وصاحبتك، هنا في زوين البارطاج، بارطاجي مع صحاباتك وجاراتك باش انكم تستافدوا. اللي بغات سورفيت الاخرى تقدم معاها لبسات اخرين. يلا الله يسخر. زوين مره مره هاد الكادوات ديال الارسال بالمجان، الله يعطيكم الخير. ضروري شي كادو ان شاء الله. الاسبوع الجاي كاينه عطله، اييه كاين عطلة الاسبوع الماجي ان شاء الله. ان شاء الله يلاه ان شاء الله باذن الله. تقلقوا عليا ولي حتى الوليدات يرتاحوا. يلا الله يسخر، نختموا ان شاء الله بلبسه ديال الخمار. كسوة المحجبات البنات، السيدات اللي دايرين الخمار، العرض حتى ل 4 متر. شوفوا ليا العرض ديالها كيفاش كيجي ما شاء الله، وعندنا فيها الالوان. هذه السيدات اللي كدير الخمار اللي كدير الفولار كبير، هادو هما الكسيوات اللي كتبغيو، والثوب ديالهم الثوب ديال الكريب، وكيجيو فيها هاد البليات في الظهر والقدام بحال بحال شفتوا. وعندنا فيها اربعة الالوان، فيها السيال، فيها هاد الباج ترابي، فيها الباج مفتوح، وفيها الكاشيري. كتلبس من كتلبس تقريبا من 42 حتى ل 56 وكثر. يلا هادي فيها المقاسات الكبيره، هادي ماشي الحاجه اللي كتجيك مزيره من جهه الستار ولا. بالنسبه اللي بغات الطيات صغار راه كاينين في هذا الموديل هذا شتي، هذا عاوتاني موديل هادو كيبقاو ب 150 درهم. هادو 150 اللي لابسه انت؟ هي هذه اللي لابسه انا كتبقى ب 180. 180 180 هذيك عريضه. هذه 220. هذه 100 عوض 220 هو الثمن الحقيقي ديالها، تبقى لهم 180. 180 هذه 150 البتي طاي. الكغون طاي ياخذوا لي لابسه ايمان، والبتي طاي ياخذوا هذا ما شاء الله. الكغون طاي ماشي داكشي، وتا في اللبسه ديالها جات زوينه مزيره من جهه الصدار ولا لا غتلبسها مرتاح. يلا المحجبات اللي كتاخذوها ب 220 ها هي 180، سارعوا فيها العدد فيها. يلا الله يسخر. قلنا لكم البنات حتى الجيلي رائع حتى هو، فيه واحد الثوب زوين جيلي اليوم 99 درهم حتى هو. غنوريكم البنات الجيلي كيفاش داير، عقلتوا عليه راه كنا صورناه ذاك العام، انا كنت خليت هذا اللون هذا. البنات اللي خداوه يديروا لينا تعليق. انا خديته سخون، عرفتوا كنت حاقراه، ولكن ملي تتلبسيه راه سخون الدوبلور ديالو. كاين هذا بلا قب زيلهم ايمان، وكاين اللي لابسه ايمان بالقب. حاليا دابا مع حويجات كيجي زوين. اييه مع القبيات كيجي زوين، مع القبيات مع كسيوات مع قوامج باش يسخنك شويه. اللي لابسه ايمان بالقب واللي بلا قب راه حتى هو كاين 99 درهم اليوم. يلا بصحتكم ما فيش بزاف. سالي يا مهمسك البنات، مع اللبسه مع الاذان، سالي الاذان ونرجع ان شاء الله. طيب المحجبات الخمار كامله اللبسه غتبقى اليوم 200 درهم،
جوج القطع باش كلشي يستافد. كلشي يستافد حتى بالنسبه للصلاه. انا عرفتي قلت الايمان زوينه حتى الصلاه تلبسيها وتلوحي على كل ما شاء الله. صراحه مريحه، احساس زوين، احساس زوين كتكوني لابسه شي حاجه مستوره و... مريحه. الله يهدينا. وفيها هنا لاستيك في سهله شفتها دغيا. لاستيك ودور ايمان، وكيجي حتى الظهر هكا طويله، وتلبسيها حتى بالنسبه اللي ما كديرش حتى هاد الفولار. ايمان غير هزيها هكا شويه على انتوما، شوفي كيفاش كتجي فيها القطعه في القدام وفي الظهر كذلك ما شاء الله. والعرض راه عريضه، الثمن زوين. البنات كامله 200 درهم. والثوب الثوب حتى هو زوين طايح. 200 درهم هاد اللبسه هادي. كلشي يستافد حتى بالنسبه للصلاه. زوينه كتجي كتلبسها ما شاء الله. ما تقولي رجليك يبان شي حاجه. والطول هادي غير ميزه البنات. هادو غير ميزه. ميزه. وشوفي الثوب، شوف شحال هكا. هادو غير ميزه. شتي شحال فن بلستي الريحانه طايح. طاب هادي غير ميزه الالوان في هاد الموف اللي لابسه ايمان. فيه نوار، فيه الكري، فيه هاد الفيغ هذا الخزي، الخزي فيه هاد الماغون شوكولا البوردو الباش شرابي الجمال، يعني الالوان المغلوقه اللي كيبغيو السيدات اللي تيلبسوا الخمار. ما شاء الله 200 درهم في العدد. ايمان كاين هذه غير واحد الهميزه دبرت لكم عليها ايمان. كلها 200 درهم. يلا هنا غنختموا ان شاء الله. الفيديو في صراحه التوقيت ديالو قصير، ولكن التصوير ديالو البنات طويل. مع البيت قد الفولار لبس ايمان، لبس بردي لبس صباط، ندير هذا الفولار ولا هذا الفولار؟ رغم لا تبارك الله عليك. الله تبارك الله عليك ما شاء الله عليك. باقي الموديلات ما صورناهمش، باقي اللبسات ما صورناهمش. الموديلات اللي كنا صورنا في الفيديو اللي فات، باقي الموديلات اللي كان اونسومبل ماغوري هي اللي كان دار ضجه، كلشي بغاه. ما بقاش صراحه بزاف شي لوينات، بقات شي حاجه قليله. هذا هو اللي عاود دخل دابا، تا هو كيجي غزال. حتى البنات خديت منهم حتى انا واحد، زوينين في اللبس. زوينين هم مستورين وانيقين. وبزاف لي طاي صغار، اللي بغا حتى طاي صغار راه كاين. الارسال كيف ما قلت لكم راه كتسولوا على الارسال، راه كاين. اللي في كازا ما قداتش دي بلاصه تجي نصيفطوا ليها، واللي خارج كازا كذلك حتى هو كاين لا ليفغيزون. ايمان هنا نقول لك بسلامه، نقول لكم مع السلامه. نتمنوا يكون لا فيديو دازت خفيفه ظريفه على قلوبكم، وما تنساوناش من اللي جمال البنات ما تبخلوش علينا دغيا، سهله سهله والبارطاج. يلا بسلامه عليكم، الفيديو جاي ان شاء الله في امان الله. بسلامه البنات. بالنسبه اللي جاي المحل عندنا، حنا راه كنتواجدوا في شارع القدس حي العمريه، معروف بحي العمريه حي الشريفه. بالنسبه اللي جاي من دومارس غادي يدور على اليمين، كيبقى كلينيك ديال لاسانيسيس على اليسار، هو كيدور على اليمين. حنا جينا حدا هاد كافي فراغولا كيف ما كتشوفوا، وكاينه في الجهه الاخرى ديال الشارع لا ميزور رونو. حنا ماشي في الجهه اللي فيها لا ميزور رونو، حنا في الجهه اللي فيها فراغولا كيف ما كتشوفوا. هاد الكافي هادي كدورو كدورو على اليمين، كتبان لكم هنا ريستورون ديال الحوت، هي هادي. حنا درنا دابا بالطوموبيل على الزنقه اللي فيها ريستورون ديال الحوت كيف ما كتشوفوا، وكافي فراغولا. حنا هنا بالضبط، حنا هنا هاد الزنقه هادي دابا راه انتيردي، حنا راه كاينين فيها. هذا هو المحل ديال ايمانور فاشن، الفرع الاول هو هذا اللي كاين في شارع القدس. مرحبا بكم.